ابن الأنباري أيضا فيها يذكر شيء، لكن هذا الرأي لا يؤخذ به. مثلا يقول إنها علق، إنها علقت بأذهان العرب وليس علقت على أستار الكعبة. يا أخي لماذا لا تدرسون هذا الشيء لكي نرقى بثقافتنا ولغتنا؟ هذه من الأشياء المهمة جدا التي تدخل في عمق، يعني التي تؤسس للثقافة. طبعا احنا موضوعنا الشعر والثقافة، لكن العرب ثقافتهم كانت شعرية وهويتهم شعرية، وليس لديهم إلا الشعر، حتى المسرح لا يعرفونه. يعني ولد لديهم مجتزآت من بقايا الفينيقيين والمسارح الموجودة، وأيضا لم يؤدوا عليها. لا أريد أن أدخل بالمسرح الآن، ولكن حتى المسرح الشعري بعدين ولد متأخر، ولكن أقول الشعر أسس الحضارة العربية. صحيح القرآن الكريم، يعني عندما يأتي ابن عباس ويقول لننظر لأهمية الشعر حتى دينيا، يعني نحن قلنا الرسول كرم الشعر، لم يضعف الشعر في زمن الرسول كما هو الرأي الموجود، إنما كان باتجاه تربية الذوق والأخلاق الذائقة. اليوم نفتقد إلى الذائقة العربية الحقيقية، يعني اليوم نفتقد إلى الإحساس. وأنا دعوت إلى إقامة مؤتمر اسمه أحاسيس في أبو ظبي، اسمه أحاسيس. يا أخي لنعود إلى ذائقتنا وإلى أحاسيسنا مرة ثانية، لنرى أين نحن من الكون ومن من ذاتنا أيضا، ليس من الكون، علي نفسي. يعني هكذا اليوم نحن نعيش حالة تدهور اجتماعي وثقافي كبير جدا، والفضائيات تسعى إلى ذلك ما شاء الله. نحن نسعى الفضائيات التي نحن فيها وليس الآخر. فمثلا ابن عباس يقول، وابن عباس تعرفون من هو ابن عباس مع حبر الأمة، يقول إذا استعصى عليك شيء من القرآن فعليك بالشعر، أن تستشهد بالشعر لكي يعني تبدأ بتفسير يعني تأخذ، لا بأس عليك. لماذا؟ لأن للشعر قيمة تربوية عليا، ولأن للشعر قيمة ثقافية مهمة جدا في صنع الإنسان، في تكوين الإنسان. لو عدنا إلى الخلفاء الأمويين وإلى الخلفاء العباسيين حتى الملوك الجاهلية، كيف كانوا يحاورون الشعراء وكيف كانوا يحاججونهم، يعني قصة الرشيد وقصة حتى المأمون مع من كان ينشد القصيدة وهو يكمل الأبيات، تكمل جاريته، تكمل جاريته البيت أو القصيدة، هو يكمل 20 بيتا فتكمل، تعيد الجارية 20 بيتا، ثم هو من الاثنين يأخذها فيعيدها، هذا خليفة خليفة. يعني هكذا كان الصفاء الذهني، وهكذا كان الصفاء. إذا عدنا حتى إلى أحاديثهم اليومية، إلى نوادرهم الجميلة، اليوم جدولي نادر لشاعر عربي حديث إلا ما ندر، واليوم انقطعت هذه سلسلة النوادر وسلسلة الحيوية في الفكر العربي. يعني الشعر يؤسس للفكر، إحنا اليوم انقلبت المسألة لدينا، أصبح الفكر ربما يؤسس للشعر من خلال ما سمي بقصيدة النثر. يا أخي اضطهدنا فيما نحن فيه، جئني بقصيدتها، طبعا أنا أعرج يعني سأعود الحداثة، لكن القصيدة الحديثة أنا لا أريد أن أهاجمها، نحن مع الجميع، ولكن لا تسبقوا أفكارنا منا ولا تلغوا الآخر، دعوا القصيدة العمودية كما هي. نريد شاعرا واحدا يشبه المتنبي اليوم، أين هو؟ لا موجود، غير موجود. نريد شاعرا مثل الجواهري، شاعرا مثل أحمد شوقي، مثل حافظ إبراهيم، مثل إبراهيم طوقان، مثل مثل مثل، إلى اليوم آخر شعرائنا ممن تربوا على ثقافات التراث العربي، آخرهم إن ذكرنا الحطيئة فسنذكر مظفر النواب اليوم وانتهت السلسلة، أو أحمد مطر المريض الذي لا يجد خبز يومه في لندن، وقد زرته في أبأس حال وإحنا تغنى بشعره مثل على سبيل المثال. فعلى كل سأعود إلى هذا الموضوع. إذن الشعر يؤسس للحكمة، يؤسس حتى نوادرهم كما قلت. إذا عدنا إلى أبو نواس، المفصل المهم في تاريخ الشعر العربي هو أبو نواس، ولم يلتفت إلى هذه النقطة إلا أدونيس، وذكره في الثابت المتحول، ودارت بيني وبينهم سجالات طويلة حول هذا الموضوع. يعني أبو نواس انتقل بالشعر العربي انتقالة كبيرة جدا، ووجهها توجيها آخر، يعني لا نذكر، لكننا نحن ننظر إلى أبو نواس، عندما يذكر أبو نواس يذكر الجنس وتذكر الغرام ويذكر الكذا وإلى آخره، صح؟ هذا الذي علمنا عليه، ولكن إذا جئنا إلى حقيقته سنجد أشياء كثيرة جدا مهمة، كما قلت، كما حتى نوادر الشعراء. يعني نادرته الشهيرة مثلا عندما توسط إلى
لقى الله الشعري على خالصة. خالصة إحدى الجواري توسط لديها إلى الرشيد فحظيت أو أصبحت من في حظوة من، فلم ينل منها شيئا من المال عندما أعطاها كذا 20,000 دينار كما الرواية تقول في الأغاني، فلكن فكتب على جناحها سويت عندها فندق الرشيد زين، كتب لقد ضاع شعري على داركم كما ضاع على بابكم كما ضاع در على خالص. فعندما جاء الرشيد اشتكت إلى الرشيد، فجاء فهو وهو واقف فمسح بكمه ضاع تحتها فصارت ضاء، لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاء در على خالصة. هذه نوادر ومهمة جدا وجميلة ورائعة تعطيك كيف يفكر العربي. استحياها من قبل لا بأس، ولكن البديهة العربية والشفرة أيضا، يعني عملوا بالشفرة، هاي مسألة الشفرة عند العرب مهمة جدا، لكن اليوم نحن شفرتنا قط فقط للأسف. فعندهم يعني إذا أردنا أن نستعرض هذا الشيء، يعني عندما كان يذهب الخليفة مثلا مشهور عن يعني عن بشار بن برد مثلا الشاعر الكبير أو شعراء، أنا لا أستطيع أن أستعرض الكثيرين، تعرفون يعني كل واحد منهم هو قامة كبيرة جدا. أبو تمام العظيم مثلا أيضا مجدد مهم في البديعيات، حاول أن يقلب ميزان الشعر العربي لصالح البلاغة في البديع وليس والمعاني في بعض الأحيان. فنجد هذا الانقلاب في أيضا في البلاغة يؤدي دورا مهما وحيويا في الثقافة اليومية. سيكون حديث الناس، حديث الناس ما هو؟ كتابات كانت تصدر، كتب كانت تؤلف حول هذا الموضوع. وناهيك أيضا في النثر، لا ننسى موضوع النثر أيضا، نحن نقول الشعر ولكن كان النثر يقف مقاما كبيرا جدا، يعني موازن للشعر في بعض الأحيان، مثل العمالقة الكبار المقفع والجاحظ، وتعرفون من هم هؤلاء العمالقة الذين أثروا لغتنا في الحقيقة، يعني لم تصل لغتنا إلى ما وصلت إليه اليوم، وإن له لحافظون، إن حافظون له بالشعر ترى. أنا هكذا أرى القرآن الكريم عندما يقول سبحانه وتعالى في هذه الآية القرآنية الشهيرة، ولكن نحن لا ندرك هذا الشيء اليوم. لغتنا لو جئنا للغة العربية اليوم في التي نتعامل فيها في فضائياتنا التي لا يعني للأسف هي أصبحت تثقفنا وليس الشعر، يعني أصبح الشعر كما ترون الشعب يتناطحون فيه وإلى آخره، ستجد هناك انحطاط كبير في لغتنا. يعني أنت عندما تكون قويا في لغتك ستكون يعني قويا في كل شيء في حياتك اليومية، لذلك لها تأثير كبير جدا على الثقافة. يعني ثقافتنا اليوم أصبحت، عندما ذكرت مرة لأحد الطلبة كنت في إحدى الجامعات، كنت أذكر مسألة ألوم بعض الطلبة على بحوثهم، فقلت رحم الله محمد عبده، واحد قال لي استاذ دكتور هذا ما مات بعده محمد عبده، قال بابا مو هذا الصالوش المطرب، انا اقصد محمد عبد العظيم الذي ذهب الى الغرب، القصه الشهيره الشيخ محمد. وعندما اذكرهم ذهب الى الغرب فوجد اسلام بلا مسلمين ومسلمين بلا اسلام، عجيب. يعني عندنا تخلف حضاري وثقافي، ويعني المناهج في المناهج اللبنانيه، انا اذكر كنا في الصغار تاتي الى النجف يعني في البيت، ف يعني مثلا عنده يدرس المتنبي في الصف الثاني الابتدائي، تذكر معها بالاربعينيات، انا اذكرها موجوده كانت يدرس. فعندما كبرنا وكملنا دكتوراه هناك مع الدكتور حليم اليازجي مع الدكتور بعد الله يرحمه، ووجدت طبعا ما عاد يسعشنا 3 سنوات، فكنت اساله يعني انتم شلون كان يدرسون المتنبي في هذه السنوات؟ يعني هو المتنبي مع الناس فقريب منهم، حتى تكون انت قوتك من قوه هذا وانت صغير، فكيف اذا اصبحت كبير؟ حتى سعيد عقل الله يطول الصحه وايضا ايش اسمه متعب، قال لا اذا كن واحد اول ما يقدر اعطيه نهج البلاغه واعطيه كذا يعني هكذا عندهم، هكذا رؤيه، مع ان سعيد عقل انقلب على اللغه لا وبعدين رجع عليها كما تعلمون. المهم فالشعر يؤسس للثقافه. الثقافة كيف ستكون؟ الثقافة نقول الثقافة العربية أو إنسان غير مثقف، عندما نريد أن نشتم واحدا نقول فلان غير مثقف، يعني ليس لديه معرفة على ما يعني على ما معلومات القصيرة أو الصغيرة بما التخصص الذي هو فيه. يعني ابن خلدون يصف المثقف الذي يأخذ من كل كالثوب، يأخذ من هذا الثوب من كل علم بطرف، ابن خلدون في مقدمته هكذا يصف. إذا عدنا بقينا مع العباسيين الآن، تحدثنا شيء يعني شيء بسيط نأخذ